الله. طبعا السوق فندق يحتوي على سوبر ماركت، فندق ما شاء الله رحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد على آله الطيبين الطاهرين. بعدين نصورهم اليوم. هذا هو طعام الغداء في فندق نسائم الجوري. هذا الرز الأصفر والرز الأبيض. إدام اللحم. إيه. دكة. أيوة. وهاي البامية. بامية. هاي الشجر، قدام الشجر، كوسة وبتيتا. نعم. وهذه هي المقبلات. نعم مقبلات. مقبلاتنا. هذا التمر والمقبلات وقسم العصائر هنا. طبعاً قسمين، هذا القسم الأول والقسم الثاني. أنا ما في شرابت وأيضا يحمر